يشهد العالم حالياً ظاهرة تراجع إنتاج حقول النفط والبترول، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن أمن الطاقة العالمي واستقرار أسعار الطاقة، حيث انخفض الإنتاج العالمي من النفط الخام بنسبة 1.7% في 2022-2023. يؤثر انخفاض العرض من هذا المورد أو من هذه الموارد في السوق العالمية على الأسعار، حيث يؤدي انخفاض العرض من النفط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما يؤثر على تكاليف إنتاج الكهرباء، حيث تعتمد الكثير من المحطات على النفط والغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للوقود.